حلقة النهاردة سياحية أثرية تراثية، هتكلم عن 5 أماكن فعلا مش واخدين حقهم. ناس كتير ومنهم مصريين مش عارفين إن الأماكن دي موجودة في مصر. لو أول مرة تسمعني، أنا خلود الجمال، دكتوراه في الآثار المصرية. أتمنى حضرتك تدعمني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. على بعد 70 كيلو شرق بني سويف هندخل كهف عمره 40 مليون سنة. المصري القديم استخرج منه خام الألابستر، لكن العمال عام 1992 لما كانوا بيبحثوا عن حجر الألابستر اكتشفوا أروع الأشكال. اتشكلت من اختلاط الحجر الجيري بمية المطر عن طريق فجوات الكهف من ملايين السنين. أشكال مختلفة، كأنك في حديقة مليانة فواكه أو بين الشعاب المرجانية. علماء الجيولوجيا أكدوا أنه بيرجع للعصر الأيوسي. الكهف بيمتد 700 متر في باطن الأرض بعمق 15 متر. أعلن محمية طبيعية عام 1992 لأنه الكهف الأندر والمتفرد عالميا، مفيش زيه غير في ولاية فيرجينيا الأمريكية. على بعد 560 كيلو متر شمال غرب القاهرة و2 كيلو بس من واحد سيوة في محافظة مرسى مطروح، جبل الموتى، جبل جيري مخروطي ارتفاعه 50 متر، بيحوي 3000 مقبرة أثرية، منحوت من فوقه لتحته على شكل خلية نحل في صفوف منتظمة ورا بعض بشكل هندسي شبه الواحة القديمة. بتؤرخ معظم المقابر للأسرة 26، يعني حوالي 2600 قبل الميلاد. امتدت كمان لمقابر العصرين البطلمي والروماني. الفن فيها بيعبر عن اندماج واختلاط الفن المصري القديم والفن اليوناني. أشهر مقابرها مقبرة الساري الإغريقي سي أمون ومقبرة التمساح اللي اتسمت كده عشان اسم صاحبها مفقود وعليها المعبود سوبك. شمال محافظة الفيوم بحيرة وسط محمية وادي الريان، موجودة بين الجبال المرتفعة والكثبان الرملية. المية فيها بتتميز بالعذوبة الشديدة، أطلق عليها البحيرة المسحورة عشان ميتها ساحرة، بتتغير لونها حسب سطوع الشمس عليها، والمية بتوصل لها من تحت الرملة الناعمة. أعجوبة صحاري العالم موجودة في الواحات البحرية في محافظة الوادي الجديد، مساحتها أكتر من 3000 كيلومتر مربع. اتسمت الصحراء البيضة وهي فعلا بيضة، عكس كل الصحاري اللي لونها أصفر بني، لكن هي لوحدها ناصعة البياض. ومش بس لونها اللي عجيب، عاصفة رملية من قرون حولت الرملة لتشكيلات غريبة الشكل، صخور طباشيرية ضخمة، بلورات كريستال، أشكال شبه عيش الغراب، رأس طائر. الصحراء كمان مليانة حفريات من عصور ما قبل التاريخ، أثار، بقايا مومياوات، نقوش قديمة وحيوانات برية. لكن الأعجب مفيش زواحف ولا حيوانات مفترسة، من أروع أماكن التخييم والسفاري تحت النجوم. سحر حقيقي، عين مية عذبة جوفية شمال واحة الفرافرة، معلم سياحي عالمي. بمجرد ما تقرب منها بتبدأ الأرض في ملء العين بالمية العذبة، ترتفع داخل العين شوية بشوية لحد ما تطفو على الأرض. بمجرد ما تسيبها وتمشي المية تنخفض شوية بشوية لحد ما تجف تماما. ظاهرة حقيقية، والتفسير العلمي بيقول إن الأرض في المنطقة دي تربتها شبه قطعة الأسفنج، والإسفنجة زي مخزن المية موجودة ببطن الأرض، لما تقرب منها وتضغط عليها بتجود بالمية اللي فيها، طبعا مختلفة عن أي مصدر مائي موجود في العالم.